أبريل من كل عام شهر لا يشبه بقية أشهر السنة بالنسبة للعراقيين. أسقط فيه نظام وصفوه بالديكتاتوري وتوسموا خيراً أن ما بعده هي مرحلة تأسيس لنظام يصلح ما أفسده صدام حسين، الرجل الذي يقول العراقيون إنه حكم العراق بالحديد والنار لثلاثة عقود لم يهدأ فيها العراق على صعيد الأحداث، بين حرب طويلة مع إيران إلى عدوان على الجارة الكويت، إضافة إلى حملات الإبادة الانتقامية التي قادها أركان نظامه ضد العراقيين. في عام 2002 كرم صدام حسين من قادة أركانه بتشييد تمثال يحتفي بعيد ميلاده 65، وبعد دخول القوات الأمريكية بغداد أبريل عام 2003 أصبح إسقاط تمثال المشهد الأبرز الذي سطر نهاية عهد صدام حسين وحزب البعث. أسقط التمثال وسط فرحة وتهليل ضجت بها ساحة الفردوس وتعرض لتفكيك أجزائه فور سقوطه. تفرقت هذه الأجزاء في مشارق الأرض ومغاربها وكثرت القصص حول مصيرها، فقيل إن الساق اليسرى بيعت على متجر إلكتروني بمبلغ 100,000 يورو. شوهد رأس التمثال يوم سقوطه يجر على عربة يقودها مواطن عراقي بعد دحرجته، ورشح أن جندياً بريطانياً حاول بيع جزء من التمثال عند عودته لموطنه ولم يتم التأكيد إن كان نجح في ذلك. وبعد كل هذه السنوات يبقى أبريل في العراق تاريخاً لبداية حلم عراقي لم يتنازل عنه أهله ولو تأخر، عنوانه دولة مواطنة لا تحكم إلا بمبدأ الحقوق المتساوية والواجبات. هنا وفي عام 2002 بني تمثال صدام حسين بطول 12 متراً تكريماً لذكرى مولده 65. وفي عام 2003 وبعد سقوط بغداد وصلت وحدة متقدمة من سلاح مشاة البحرية الأمريكية، أمنت المنطقة بالكامل واتصلت بالصحفيين في فندق فلسطين، وبعد ساعتين أسقط تمثال صدام حسين بواسطة مركبة إصلاح مدرعة طراز M88. ومنذ وقتها وحتى اليوم يعبر العراقيون هذه الساحة، ساحة الفردوس، وصولاً لأعمالهم وبحثاً عن لقمة عيشهم، ولا يعنيهم أي نصب كان هنا. تسابيح مبارك لقناتي الحدث والعربية من ساحة الفردوس بغداد.